النادي الملكي للفروسية دار السلام بالرباط ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حيث كان في مقدمة مستقبليه مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، حيث استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت لسموه التحية الرسمية. حيث تقدم للسلام على سموه كل من شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ومحمد اليعقوبي ولجهة الرباط سلة القنيطرة وشخصية سامية أخرى. ومنذ 27 من مايو الماضي نظمت الجامعة الملكية المغربية للفروسية النسخة 23 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة بمشاركة 24 فرقة، من بينها 18 سربة من فئات الكبار وست سربات من فئة الشبان من 12 إلى 16 سنة، وهي فرق وصلت إلى نهاية البطولة الوطنية بعد أن عبرت من مباريات إقصائية جهوية وبين الجهات نظمت على مدار السنة. قال تيو الله هاك الله بلاصه الخوت كاحل ها وحدك دخل عيب خوي عادك تحياك الله 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 يبارك في عمر سيدي. هذه الجائزة هي ملتقى لمحبي الفروسية التقليدية وأقوى الفرق عبر ربوع المملكة، التي قدمت للحضور أقوى العروض التي تساهم في تعزيز البعد الرمزي لهذا الموروث الثقافي المغربي الذي أدرج سنة 2021 ضمن قائمة التراث اللامادي لليونسكو كأحد أبرز سمات ارتباط المغاربة قاطبة بالفرس. التألق في نهائي هذه النسخة كان حليف سرب السكاس رشيد من عمالة برشيد، والتي قدمت أفضل العروض متبوعة بسربة المقدم شرف البحراوي عن عمالة آسفي، فيما كان أداء المقدم عبد الغني بن خدة متميزا ليستحق الصف الثالث من عمالة بني ملال. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ترأس مراسم حفل توزيع الجوائز على الفائزين في هذه الدورة 23 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية. على مستوى الكبار، الصف الأول كان من نصيب المقدم سكاس رشيد من عمالة برشيد، فيما حازت سربة البحراوي شرف الصف الثاني عن عمالة آسفي، واكتفى مقدم سربة عمالة بني ملال عبد الغني بن خدة بالمركز الثالث. كما سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الجوائز الخاصة بفئة الشبان. الصف الأول كان من نصيب زريزع بدر عن عمالة مديونة، الفضية كانت لصالح محمد غربو من عمالة بني ملال، فيما اكتفى المقدم السبيبي يوسف بالصف الثالث عن عمالة توريرت. إثر ذلك أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صور تذكارية مع مقدمي السربات المشاركين في هذا النهائي، ليتجدد لمحبي فن الفروسية التقليدية موعد قادم ضمن فعاليات معرض الفرس الجديدة، والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريضة في نسخة جديدة تعيد عشاق هذا الفن بمزيد من المتعة والفرجة المضمونة.